بس اللي بعد هاي الكلمة توقف كان موجي. وش داك يا ولد؟ سهل. يلا يا او. يا احمد عاد سريع اوت يلا يا احمد تعال تعال يا مهتز مزيان يا مروج مزيان الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا من اللي ما خلاص كوسيك يا يا ان شاء الله كل سنه وهم طيبين هنا ونتمنى من الشباب دائما يكون ايديهم في ايدين بعضهم في جميع المناسبات سواء السراء والضراء يكونوا واقفين هالمواقف الطيبه وهالجمع الطيب ومتعاونين مع بعضهم وبارك الله فيكم كل سنه وانتم طيبين ونشكر كل من قام بهذه اللمه الشمل اللمه الحلوه ومبادره خير طبعا نحن فكرتنا في هذه ان تعم الود وتعم المحبه بين الشباب وبين الجيران وبين الاخوت ونحن شايفين التفكك والفتنه اللي سايره تو نبغى الموضوع كله يمشي ايش بالود والمحبه ويمشي بال ان شاء الله يكون يعني لمه خير ونوصلوا رساله ان شاء الله لجميع احياء طبرق انهم يديروا المبادره هذه ونوصلوها حتى جميع المدن كل بالمبادره الخيريه هذه وهي ما فيها لا شيء طبعا هي موجود بالموجود درنا طبعا قمنا ببيت نشكر شركه النجع على دعم للبيت ونشكر كل من قام معي عبودي عبد الله حنحون محمود الحسنوني دريس بولاماني عوض بمتوبل وشباب الحي كلهم اللي سامي بولاماني اللي بذلوا معي مجهود في هذه اللمه الحلوه ونشكر اخوي بكر الرفادي ونشكر حسين الجريري على تلبيتهم للدعوه وبارك الله فيكم وان شاء الله نجوم في الافراح. اليوم في حي النصر افطار جماعي جميع الجيران والحي ضياهي طبعا حتى خاطر رمضان نحن بيننا تكافل اجتماعي غير عادي يعني زي نحن زي حي الحرية زي جميع الأحياء اللي جانبنا والحمد لله رب العالمين الناس كلها فرحانة وجاية وحتى بدون تكاليف كل واحد اللي يقدر عليها من عند بيت يجيبها ونحن هنياهي أسرة واحدة حتى من غير شهر رمضان في جميع أوقات السنة ولكن في رمضان طبعا الألفة تزيد والتقارب والمحبة وربنا يدوم المحبة بين الجيران